هو حسن رايح فين؟ مسافر. دلوق؟ ايه دلوق؟ هو حر. واه ومالك متعصب ليه؟ مش متعصب. طب عاوزك في حاجة. قولي. انا عرفت ان امك حجزت لشمس عند دكتور كبير جوي عشان موضوع الخلفة. كنت بقول يعني نروحوا له. لا لا ليه؟ عشان مش عايز اخلف منك. اسمعي نادية، من النهاردة قعادك في البيت ده عشان تاكلي وتشربي بس. اللي كان ليك عندي خلص. يا سلام يا سلام. ايه كلمة تانية وهطلقك. اسمعي، انت عارفة ليه لسه عزمتي؟ عشان خاطر ابوكي بس. ومين قال لك ان انا عايزة اعيش معاك؟ طالما ما طيبنيش طلقني. ما تخافش، انا لا هزعل ولا اتضايق ولا انا من الحريم اللي هتقولها عيشة والسلام احسن من الطلاق وكلام الناس. عقلي كان فين؟ عقلي كان فين؟ ده انا كنت اغبى الناس لما اتجوزتك. استنى، انا كلمني زي ما بكلمك. عندك ايه اهم مني؟ مفيش حاجة اهم منك، مفيش. ما انا قلت لك من الاول دي مش مرة ولا كلمة. قولي لي الاول، هو ليه قال لك كده؟ عملتي ايه؟ يما لا، ما هي لازم أن تعرف تمنها كام في سوق الحريم. خلاص عشان خاطري. يا تسكت يا تهملني معاها وتطلع. لا يهملك ولا تهمليه، ولا أنا قاعدة هنا أصلاً. اللي أنت فاكرة أنك هتطلع من هنا؟ شوف يا حبيبتي، اللي تتجوز ولدي هتفضل مرته لحد ما تموت فيش راجل بعده. يلا حبيبي روح شوف شغلك. ومين قالك أني هقعد لك في البيت ده؟ ومين قالك أنك هتشوف الشارع تاني؟ يما خلاص انا هطلقها وكل واحد يروح لحاله.